الفنانة نيلي كريم هتكون بطلة فيلم العميل صفر، وده الفيلم اللي كان الفنان أكرم حسني أعلن إنه هيكون بطله، واللي هيخرجه هيكون المخرج محمد سامي، وده هيكون أول فيلم ليه في السينما بعد 3 سنين غياب. الفنان محمد نور خلاص خلص تصوير أغنيته الجديدة اللي بنشوفه فيها بيغني باللهجة الخليجي لأول مرة، واسمها مواعيد العمر. الأغنية كلمات الأمير عبدالله بن سعد وألحان لؤي وإخراج بتول عرفة. الفنانة أروى جودة ابتدت تصور في حكاية من حكايات مسلسل نمرة 2، في حكاية اسمها في أمل، مع الفنان آسر ياسين، والمسلسل تأليف سما عبد الخالق وإخراج هاني خليفة. الفنانة ريم مصطفى هتكون بطلة مسرحية هاملت، وهتطلع في شخصية أوفيليا، ودي هتكون أول مرة بنشوف فيها ريم مصطفى بتمثل في مسرحية. المسرحية هتكون بطولة سوسن بدر وأحمد السعداني وعابد عناني، وإنتاج المسرح القومي وإخراج عصام السيد. مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أعلن إن فيلم حظر تجول هيكون في المسابقة الرسمية للمهرجان، وبكده هيكون الفيلم المصري الروائي اللي هيشارك السنة دي، خصوصاً بعد غياب الأفلام الروائية عن المشاركة في السنة اللي فاتت. الفيلم بطولة الفنانة إلهام شاهين وأحمد مجدي وأمينة خليل وإخراج أمير رمسيس.